بمناسبة بس الأكاذيب التي تحدث من المملكة بالسياق، يعني صحف عالمية زي ما قلت لك بتتساءل عن اختفاء حبيب الجماهير محمد بن سلمان بعد حادثة إطلاق النار في أحد قصور الرئاسة بالرياض. أنا ما بقولش حاجة والله، بس عشان تبقى واضحة ومتبروزة، عشان بص حضرتك أنا مع الكلمة في إذا كنا إحنا كنا عايشين مع الجيوش الإلكترونية في مصر، لا شيء مع الذباب الإلكتروني. أنا بقول الجملة بتنزل عرائد الشتيمة في كل أنحاء الوطن السعودي. الصحف الأجنبية بتتساءل، إحنا قالوا كان عاطف، أنا كعاطف مفتقد طال عمره، إنها بس يعني حبا يعني، وأنا ورايا شعوب عربية كلها بتعشقه. أنا بتكلم الصحف الأجنبية هي اللي بتتساءل عن اختفاء ابن سلمان. صحف غربية تتساءل أين محمد بن سلمان؟ صحيفة الأوبزيرفر البريطانية تساءلت عن سر اختفاء ولي العهد السعودي. الصحيفة قالت أن آخر ظهور لبن سلمان كان في لقائه مع العائلة المالكة الإسبانية في 12 من إبريل 2018. في يوم 21 من إبريل سمع صوت إطلاق نار كثيف بالقرب من القصر الملكي في الرياض. وكالة الأنباء السعودية الرسمية زعمت أن قوة أمنية أسقطت طائرة لعبة كانت قريبة من القصر. الصحيفة تساءلت عما إذا كان إطلاق النار هو في الحقيقة محاولة انقلاب للإطاحة بالملك سلمان. صحيفة ليزيكو الفرنسية أكدت أن غياب بن سلمان يطلق الكثير من التكهنات، خاصة مع التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط. دينيس بوشارد المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بالمعهد الفرنسي أعرب عن دهشته من عدم تعليق بن سلمان على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران وفوز حزب الله في الانتخابات. الصحيفة أشارت إلى أن بن سلمان لم يظهر أمام الكاميرات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بينما ظهر والده ووزير الخارجية عادل جبير. الصحيفة الفرنسية شككت في الصورة التي جمعت بن سلمان بسيسي وملك البحرين ومحمد بن زايد، خاصة أنها لم تكن مؤرخة. وتساءلت عما إذا كان بن سلمان يقوم بانسحاب تكتيكي تجنبا لتحمل مسؤولية النكسات الحالية في اليمن وسوريا وقطر ولبنان.